حدثتني الكويت عن عشقها الممتد بين ألق البحر وغنى الواحات، حدثتني درة الخليج عن سر الشمس وعنفوان البحر وعناد الحلم وميادين الطموح. هنا الهدى وعيون تضيء على الدرب لتهدي الأجيال، هنا حارسة الطفولة واليد البيضاء التي تنهمر على درب الأطفال حبا ورعاية، هنا سيدة العطاء والإنسانية ترفل بثوبها الملائكي وحولها آلاف العيون تهتدي وتعبر إلى الحياة. هنا الفكر الإنساني يشع بين عطائها والعقول الباحثة عن دربها والدواء. هدى نلمحك وردا في عيون طفل، وملاكا في عيون الأمهات، وموعدا مع الغد في عيون الآباء. نقرأك بأبجدية طفل يهتدي بشمسك الحارسة عند بوابة النهار، نفهمك رسالة فرح في مسيرة بناء الإنسان، فراشة ربيعية تخفقين بأجنحة الضوء والزهر وحكايا الفجر وكل الحكايات. الدكتورة هدى شعبان المتخصصة في التربية والتعليم والإرشاد والرعاية العلمية والنفسية لذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت، في بلد الأناقة الإنسانية والحضارة والحياة، وفي عائلة عربية بالفكر والانتماء، وفي بيت متألق بحب العلم والحياة، ولدت الدكتورة هدى شعبان ونشأت في أسرة راقية علمتها العبور إلى ميادين الإنسانية والعطاء، وزرعت في قلبها وفكرها ثقافة البناء. وفضلا عن كونها باحثة متخصصة ولديها عشرات الدراسات والأبحاث في متابعة ومعالجة حالات الاضطراب في الحركة وتشتت الانتباه، وانطلاقا من خبرتها التربوية ومعرفتها العميقة في التربية والتوجيه والإرشاد، وضعت الدكتورة هدى شعبان مجموعة مميزة من الاستراتيجيات والمهارات. إنها المسيرة المشرقة التي أصبحت منارة يهتدي بها علماء التربية والتعليم، فاستحقت شهادات تقدير من العديد من الدول العربية والعالمية، ومنها شهادة تقدير من مؤتمر تشاد في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة مميزة من لندن من جامعة الملك كينغز كوليدج على بروتوكول علاجي من إنشائها الخاص، وقد يصبح بروتوكولاً علاجياً عالمياً، فضلاً عن شهادة الدكتوراه في اختصاص الصعوبات التعلمية واضطراب تشتت الانتباه. وبعد، أيتها الروح الملائكية الآتية من بلاد الشمس، أيتها السيدة المتألقة بفرح الربيع، يا كل عيون الطفولة المشرقة على الدرب بين لهفة الأم وحنينها وطفلها وغدها، يا كل الأمال المتشحة بين دموع المنتظرين ولهفة المتأملين، هنا يمينك ترسمين درب الطفولة بحروف من أمل، هنا يسارك تزرعين مدن الغد قمحا ووردا وقصائد للحياة، دمت فراشة الحب بين عيون الأطفال ومدى الأزهار، دمت تخفقين بأجنحة الفجر ليبتسم النهار.